السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. إذن فقضية الكولير معروف، ما تأتي من المياه المتعفنة، من المياه الآسنة، من المياه الفاسدة، وتأتي من الأكل من المزروعات اللي تتغذى بالمياه الفاسدة. عندما تكون هناك الناس في كثير من الأماكن يسقوا بالماء الماء تاع الزيغو، يعني ماء تاع هذا الفضلات، يسقوا به، يسقي لك به الدلاع، يسقي لك به الشلاضه، يسقي لك به الطوماطيش، يسقي به كل هذه الأشياء. فأنت تأكل في الحقيقة في مياه في شيء آسن. على من تقع المسؤولية؟ المسؤولية الأولى تقع على الرقابة. ما فيش رقابة، ولذلك هناك أمراض كثيرة، لذلك هناك انتشار للسرطانات بأشكال، انتشار للأمراض المعدية، انتشار للأمراض المعدة، انتشار لأمراض الكلى، انتشار لأمراض كل أنواع الأمراض تنتشر وتنتشر بشكل رهيب. لماذا؟ لأن ما فيش رقابة. صحيح في أجهزة نتاع اللي يسموها لا سونتي وليجيان موجودين، لكن موجودين في الشكل فقط. يعني قليل اللي راه مشرف على هذه الأجهزة راه يقوم بعمله، قليل، لأنه يمكن رشوته بسهولة. إذا ما كانش عنده ضمير، إذا ما كانش عنده أخلاق، فتتم رشوته بسهولة. بشوف الإنسان، أي إنسان عنده اثنين زوج حاجات يحكموها، عنده الضمير والقانون، ضمير الأخلاقي والقانون. ضمير الأخلاقي هو ساكن فينا، تعرف هذا حلال هذا حرام، هذا مليح هذا مش مليح، يجوز لا يجوز، هذا ظلم هذا مش عدل، هذا شر هذا خير. الناس تعرفها بالفطرة إلا في حالات معينة يعني، لكن في الغالب الناس تعرف هذه الأشياء بالفطرة. فاللي عنده ضمير إذا كان مؤمن فهو يخاف الله، وبالتالي ضميره مستمد من خوفه من الله، فيعطي له يصبح ضميره أقوى، لأنه يخشى قوة أخرى، يخشى القوي العزيز الحكيم اللي راه يتوقع أن يروح عنده يوم ويسأله عن أفعاله يوم القيامة. وهناك الجزء الثاني هو القانون. في الغالب الدول والمجتمعات أقدمت على صناعة القوانين ووضع القوانين، لأنها صحيح قد تعتمد على الناس على الضمير، لكن إذا ما كانش هناك ضمير فأنت تعود إلى القانون. للأسف اليوم في الجزائر القانون، ليس هناك قانون، والقانون في الغالب لا يطبق إلا على الضعفاء. ما هو عندما نسمع دولة القانون؟ دولة القانون، دولة القانون هو أن يطبق القانون على الجميع دون النظر لا على أنهم فقراء ولا أغنياء ولا أنهم كبار ولا صغار ولا رجال ولا نساء ولا أطفال. القانون على الجميع، ليس لأن عنده السلطة ما نطبقش عليه القانون، ليس لأن يعرف فلان ما نطبقش عليه القانون، ليس لأنه في منصب وزير أو سفير أو جنرال أو عقيد ما نطبقش عليه القانون. وذلك كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشهير في واقعة مشهورة: والله ما أهلك من كان قبلكم إلا أنه إذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دولة القانون، هذا هو ما يسمى اليوم بدولة القانون. وذلك تسمع والناس تتأثر عندما تسمع مثلا في بريطانيا أن الأمير فلاني تم وضع مثلا أمير في إسبانيا، زوج الأميرة زوج بنت الملك راهو في السجن، مثلا رئيس إسرائيلي سابق راهو في السجن، رئيس وزراء سابق في إسرائيل راهو في السجن. إسرائيل دولة مجرمة وتقتل الفلسطينيين وتذبح، لكن عندما تأتي إلى البلد إلى احترام القانون فإنهم يحترمونه فيما بينهم. ولذلك هذا التفوق، تفوق الإسرائيلي اليوم يأتي من أن القانون لديهم لا يفرق لا بين رئيس لا بين وزير لا بين رئيس وزراء. تعرفوا أن اليوم هذا المجرم نتنياهو تم الاستماع إليه من طرف الشرطة الإسرائيلية 11 مرة، وقد توجه له تهمة الفساد، وما زال يعني تقريبا كل أسبوعين ثلاثة يخضع لتحقيق الشرطة. هل سمعتم أنتم يوما أن وزير في منصبه أو جنرال في منصبه أو سفير في منصبه أو قاضي كبير في منصبه، خلينا ما نتكلمش عن الرئيس ولا رئيس الوزراء، في الجزائر مثلا أو في هذه البلدان المعتوهة البلدان العربية، هل سمعتم يوما واحد مازال في منصبه ويخضع لتحقيقات الشرطة؟
أبدا. رئيس البلدية لما يكون في منصبه ما يخضعش لتحقيقات الشرطة. هنا القوة نتاع هذه الدول الكبرى. توني بلير في هذه البلاد وكان واحد من أقوى رؤساء الوزارات قبل 10 سنوات، وهو رئيس وزراء كانت الشرطة تستمع إليه أيضا في قضية فساد، وخرج وهو صحافة تكتب الشرطة استمعت إلى توني بلير، الشرطة فعلت، مع أنه هو رئيس رؤساء الشرطة. لكن هناك فرق في السلطات وهناك فصل في السلطات. هنا تكمن الدول، هنا تأتي القوة الدول. ولذلك قال أحد العلماء قبل 500 أو 600 سنة أو حتى أكثر، قال إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة أو الدولة العادلة حتى ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة حتى ولو كانت مسلمة. لا ينصرها، لا يمكنها، يجعلها هكذا. شفتوا الوضع اللي رأنا في الجزائر فيه، ناس هيمة، تعسف في كل شيء، الرداءة في كل شيء، الغش في كل شيء. هذا هو الوضع، هذا هو الوضع. لا هم أخذوا بما أعطانا الإسلام من قيم وأخلاق ومبادئ و و و و إلى درجة أن الرسول يقول عن بنته، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. لا هم أخذوا بهذا، ولا هم أخذوا بالدول الغربية. كلهم يعرفوا فرنسا، يعرفوا بريطانيا، يعرفوا ألمانيا، يعرفوا أمريكا، يروحوا لهذه الدول خاصة فرنسا ساكنين فيها يعني في الغالب، ويعرفوا أن القوانين تطبق. يعني ساركوزي اليوم، ساركوزي تم اعتقاله، كان رئيس الدولة الفرنسية، وتم اعتقاله ووضعه في السجن لأيام، وما زال مهدد من أنه قد يسجن. شيراك قبل فترة كان ممكن أن يسجنوه على أشياء بسيطة، أحيانا أشياء بسيطة، يعني أحيانا على أشياء أنت 10,000 أورو أو 5,000 أورو. إذا لهم أخذوا بالإسلام وبما يقره من مبادئ وقيم، ولهم أخذوا بما وصل إليه عقول البشرية من قوانين، وبالتالي مضوا فيها لتحقيق ذلك، لا هذه ولا ذلك، وإنما أخذوا بالفساد. وها هو الفساد ينخر هذه البلاد بشكل مرعب، بشكل مرعب. وبالتالي إخواني، هذه الكوليرا مرة أخرى أعود إليها باش نقول بأن المشكلة نتاعها معروفة، هي مشكلة المياه العفنة الآسنة. أنا لا أعتقد أنها قضية مفتعلة، لا أعتقد ذلك، أعتقد أنها بالفعل جاءت من الرداءة ومن سوء التسيير ومن الفساد المستشري في البلاد، وأن بكل أسف وألم قد تنتشر أكثر، حفظ الله الناس هناك. وليس فقط الكوليرا، قد تأتي أمراض أخرى. كل الأمراض اللي تتوقعوها هي الآن منتشرة بشكل كبير في الجزائر، لكن الأمراض المعدية مثل الكوليرا ومثل الطاعون ومثل السل، كل هذه الأشياء ممكنة بسبب بسيط لسوء الإدارة القائمة اليوم في البلاد، بل أقول الإدارة الإجرامية القائمة اليوم في البلاد. الاحتياطات، ممكن الناس ترجع بطبيعة الحال في أسئلة على الاحتياطات، ماذا ممكن عملوا، ماذا يمكن فعله إلى آخره. ففيه في مواقع، من يريد أن يعود إلى موقع منظمة الصحة العالمية مثلا، يكتب فقط منظمة الصحة العالمية، فيها طبعا جزء بالعربية، الأجزاء الأساسية هي بالإنجليزية، وفيها جزء رئيسي أيضا بالفرنسية، ولكن فيها أيضا جزء مهم معقول جدا بالعربية، وبالتالي يستطيع أن يستفيد. وفيه مقال هناك مطول عن الكوليرا وعن كيف ممكن حماية الناس منها إلى آخره، ممكن الناس ترجع إلى هذه الأشياء. إذن هذه الأشياء موجودة على الأنترنت، وموجودة ربما حتى في الفضائيات الآن، ربما يتكلموا عليه. بطبيعة الحال هذه الفضائيات والجرائد في الجزائر إلى آخره ما يتكلموش، حتى لما أعطاهم الضوء الأخضر أنهم يتكلموا فبدأوا يتكلموا. للأسف ما عندناش إعلام صحيح ولو 10%، ما فيش. عندنا إعلام خاضع تماما للحكام، خاضع تماما للنظام القائم بكل أسف وألم.